اهلا بيكم معانا في الفاصل، وعرفكم بهانيا. ازيك يا هانيا؟ الحمد لله، منوراني. شكرا. انتي شطوره قوي Thank you. وبتعملي حاجات حلوه، شفتها على الانستجرام. Thank you. احكي لنا بقى الموضوع ابتدى معاكي ازاي. ولا حاجة، أنا بس طول عمري كان عندي علاقة سلبية مع الأكل. على طول كنت بحرم نفسي من الأكل الحلو، وكنت على طول بحس اني لو اكلت حاجه مش صحيه بعدين بحس اني مرهقه وتعبانه وبيجيلي حبوب اليوم بعديها. ف حسيت انه يعني علمت نفسي، بدات اعلم نفسي علم التغذيه nutrition، فحبيت الموضوع ده و it became my passion، وفضلت اعمل recipes واستكشف حاجات جديده وكده. تمام، هو ده ابتدت معاكي كده، ان انت كنتيش حابه الاكل عشان كان بيعمل معاكي اعراض مش كويسه، فابتديتي بالظبط. تتعلمي التغذيه اكتر وتقري فيها. حلو قوي. طيب انت النهارده هتقدمي لنا وصفتين صح؟ قولي لنا. وقهوة. حلو قوي، قولي لنا دلوقتي هبتدي في الجرانولا. قولي لنا الوصفه. طيب اوكي، هي الجرانولا دي هي يعني معظمها بتبقى معمولة من الاوتس والشوفان والنوتس. ابتدي دلوقتي. يلا بينا. اوكي خلاص، نبتدي بقى بالحاجات الناشفة. ال 2 cups of شوفان او اوتس، كوبايتين كوبايتين، شوفان. وبعدين على حسب انتوا بتحبوا النوتس قد ايه. حطيت جوز عين عين جمل. جمل اوكي. ولوز مقطع، قد ايه لوز مقطع؟ نص كوباية الكوباية على حسب برضو. تمام. وال الكوكونات جوز بسميه الهند الفليكس الكبيرة. الفليكس الكبير. اوكي، ايوه فليكس، بحسها بتعمل طعم احلى بكتير من ال من وتكستشر المبشور. من المبشور، بيبقى كده اوكي معجن شويه. تمام. فده كرامبيريز، ممكن تحطوا ريزنز او اي اوكي، درايد ممكن فروت، زبيب يعني. زبيب، تمر كده. اوكي فده ممكن هاف ا كوب برضو، نص كوبايه. وبعديها نحط شويه من السكر الجوز هند، تمام. ممكن تحطوا براون شوجر. ده انتي لقيتيه في مصر؟ ده في ابو عوف اكتشلي، وكان ارخص بكتير من المستورد، اوكي، فانا كنت موجود في يعني مصر يعني. كنت تمام. مبسوطه قوي الموضوع ده. بتحطوا على حسب انتوا عايزينه مسكر قد ايه. فحطيت معلقه طب قولي معلقتين، لنا كده فوائد سكر جوز الهند، ايه فكرته؟ ليه كتير قوي بيستخدموه برضه؟ لانه مش ريفايند، يعني القشره الزايده في السكر مش مش متكررة. متكرره ومقيوم، تمام. فبيبقى فوائد والفايبرز لسه موجوده. طب والسعرات عندك فكرة زيها ولا أقل؟ السعرات تبقى نفس الحاجة، نفس السعرات بس زي هي السكر. ازاي بتتحرك او get processed في الجسم تبقى حاجة تانية، عشان تبقى طبيعية بطريقة أكتر. صحية، مش تضرب على الانسولين على طول. مش ترفع سكر الدم. تمام، بالظبط. حلو قوي. فبس، فدلوقتي دول ال dry ingredients. هنحط القرفة، دي مهمة قوي، على طول بحب احطها مع الكوكونات شوجر. عشان تظبط سكر الدم. طبعا انتي اوكسيدنتس بالهبل. و العسل بقى هناك. العسل، وده الاول هنحط كوكونات اويل، ماشي. زيت جوز زيت الهند جوز موجود الهند، برضو في مصر في كل حتة. والعسل، عسل برضو على حسب يعني تحبوا جرانولا سويت ازاي. انتي بتعملي بتخلي الجرانولا بقى كرامبلي كده ولا بتخليها حتة واحدة يعني قطع كده مقرمشة لا، ولا حتة قطع واحدة؟ قطع قطع. عشان اوكي تبقى يعني كرانشي، وتبقى في نفس الوقت ممكن تتاكل في كذا طريقة، مع الكورن فليكس، مع لبن. الميلك او لبن، تمام، او حلو فوق قوي. سموذيز كده. ده هيخش لسه الفرن صح؟ الفرن، تمام. فهنحرك. انتي عاملة انستجرام بيج، ابتديتيها من كام سنة؟ من زمان، بس كنت يعني مش بحط حاجات كتيرة خالص فيها، وبديت من اسبوعين احط حاجات، فبديت يعني اهتم في الموضوع ده اكتر بكتير. من زمان ما كنتش اهتم فيه، كنت بحط مثلا صورتين في السنة. ده انا بحس اهلك بيشجعوكي اكتر منك يعني، فعلا مشجعينك قوي بابايا كان على طول، هو برضو في بحب. ظهرك، بيحبك قوي ويشجعك جدا جدا، دي احلى حاجه. ربنا يخليك. طيب قولي لي، انت اسم الانستجرام بيج بتاعك ايه؟ Urban Tidbits من غير أي حاجة، يعني اوكي Urban. انا هعمل لك منشن عشان برضو الناس Okay. يعني لو عايزه Thank تشوف you. تشوفها بقى على الستوريز. Thank تمام. you. تخش الفرن على كام بقى؟ على كام قصدك قد ايه؟ كام درجة الحرارة؟ ما بين 150 ل 180 على حسب تمام. الفرن اوكي حلو. preheated.
فخلاص نجيب التشاي. يلا بينا. مش بتبقى ليكويد قوي، مش تبقى يعني بتبقى مش تقيلة قوي، مش تقيلة بتبقى قوي عشان بعدين هتبقى كرنشي مع نفسها اوكي حلو وماسكة مع قوي. بعض. الجرانولا من الحاجات اللي الناس بتحبها قوي فعلا، او بيعملوها لولادهم قوي. بالظبط، بس للاسف الحاجات الموجوده في السوق بتبقى كلها سكر، ومش كل حد عارف على فكره انه فيها سكر. افتكروا عشان اسمها جرانولا بتبقى حاجه يعني ايوه بالظبط، برافو صحيه، عليكي، بس ايه هما ده مش فعلا، عارفين دي انه بجد بتبقى بالعكس اوحش من الكورن فليكس العادي. ساعات ده حقيقي الناس مش بيستغلوا واخده الماركتينج. بالها ان البرودكتس الموجوده بالظبط في السوق بيبقى فيها بالظبط، سكر، ايوه تحس سكر مخفي، يعني يقولوا ده مخفي. جرانولا لكن لو انتوا قريتوا في المكونات هتلاقوا فيها سكر او جلوكوز او اي حاجه في من دي. السكر ليه مليون اسم على فكرة، والناس يعني تلاقيها عارفة سكر أبيض كاسم مثلا، بس فيها بالظبط، كذا اسم زي مالتوز ودكسترين والحاجات دي. صح. فبس احنا كده خلصنا، we spread it out وبقوا كلامب كلامبي شوية. اوكي بس خلاص ندخلها دخلي بقى الفرن. الفرن على 150 قلنا. 150 ل 180 على حسب سخونية اوكي الفرن. اوكي سيبها شطورة قوي، عندها مصدقة. 18 سنة وشطورة كده بجد، Thank you. مبسوطة بيها قوي. طيب فدلوقتي عبين ما الجرانولا تخلص انتي في وصفتين لسه صح؟ في وصفتين. الشوكليت وفي الايست كوفي ده طب جوه. يلا نعمل ايه اوكي فيهم؟ نعمل دلوقتي الشوكليت. الشوكليت. اوكي بس انا مش شايفه مقادير الشوكولاته موجوده، انا شايفه مقادير موز وفراوله و... يبقى خلينا نبتدي بالبارفيه. طيب يلا بينا، يلا. اجيب لك بوله لا الكوبايه، كوبايه كوبايه على ازاز. طول. اوكي لحظه واحده اجيب لك من هنا، ده تمام كده. تمام. اتفضلي يلا بينا نقول المقادير. اوكي يلا قولي مقادير. هنجيب جريك يوغرت او لبن يوناني، زبادي يوناني، ممكن يكون اي زبادي مش فارقه قوي، بس ده بيبقى كريمي اكتر. و احنا عايزين نشرح للناس يعني ايه جريك يوغرت برضو. جريك يوغرت بيبقى فيه بروتين اعلى من اليوغرت العادي، بيبقى معمول زي اللبنه، بيبقى التكستشر تبع اللبنه شبهه يعني، فبيبقى كريمي اكتر وفي بروتين اعلى، والفات بتاعه برضو بيبقى اقل من الفات بتاع الموجود في اليوجرت العادي. بيبقى متقسم فيها كذا كاتيجوري كذا كاتيجوري للدهون للدهون. موجودة فيها. بالظبط. الجريك يوغورت، الجريك يوغورت قريب قوي في ألمانيا بقى للكفاك. في ألمانيا في حاجة اسمها كفاك بتتباع علب كده، وده بيتعمل منه أساسي في ألمانيا الكيز كوخن أو تشيز كيك في ألمانيا. كتير قوي سألوني ايه البديل للكفاك اللي في ألمانيا، الناس بتابعنا برضو من ألمانيا، البديل هناك طبعا الكفاك، في مصر انا بستخدم على طول يبقى الجريك يوغورت مكانه، بيفرق جدا. طب سؤال بقى، هو الكفير يفرق في ايه؟ كفير ده انا مش بلاقيه في مش مصر. بتلاقيه صح؟ ما انا لا قلت برضو ده شبه الجريك يوجرت قوي، بس موجود بره برضو. فحطوا بقى على حسب انتوا عايزين قد ايه في ال، تمام. ونقطع عايزه تقطع الموز؟ الموز والفراولة. طيب على ما نروح الفاصل نقطع احنا الموز والفراولة ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا مكملين دلوقتي مع هانيا، هي قدمت لنا اول وصفة الجرانولا ودخلناه الفرن. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض، هنكمل مع بعض البارفيه. تمام، بالظبط. حطينا اول حاجة الزبادي الجريك، الجريك يوجرت ممكن تحطوا اكتر لو انتوا عايزين. هتلاقوا ماركات مصرية بتعملها وموجودة في السوق المصري بالظبط عادي جدا. بالظبط. واحط فوق الجريك يوجرت عشان هو مش بيبقى مسكر خالص شوية عسل. وفكرة الجريك يوجرت تاني ان هو تقيل بس عن الزبادي العادي، يعني انتوا ممكن اللي مش لاقي مفيش مشكلة، ممكن تجيبوا الزبادي العادي على فكرة وتحطوه على اي حاجه تصفوها في يعني تبقى تتصفى على مصفى تكون ناعمه قوي 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 او قماشه للتصفيه، تحطوه في التلاجه وتاني يوم هتلاقوه تقلت معاك وتقدروا تستخدموه بنفس الاستخدام. دلوقتي هنقطع الموز والفراوله. اوكي اتفضلي.
you. طبعا فرفي ده بيبقى حلو جدا الصبح كفطار برضو. breakfast, dessert, يبقى ينفع كذا حاجة. زين خفيف يعني مش تقيل. خفيف ومليان طبعا غذاء. ممكن تحطوا اي فروتس انتوا عايزينها, يعني مش لازم موز. و انتي محتاجة زبادي تاني؟ طيب ممكن. تمام. فهنحط شوية موز. طبعا الموز من الحاجات الغنية جدا بإيه, بوتاسيوم. بوتاسيوم ومغنيسيوم, أملاح المهمة قوي للعضلات. بوست ورك اوت, قبل التمرين بعد التمرين. بالظبط. بعدين نجيب فراولة. أنا بصراحة الوصفة اللي مستنيها قوي بقى الشوكليت بوردي, يعني احنا عايزين نخلص دي بسرعة عشان نخش في الجد بقى, عشان التانية مستنيها قوي. خلاص قرب له الفراولة. وبعد فراولة. الفراولة في حاجة تاني؟ لا هنحط بس طبقة جريك يوجرت تاني عشان يبقى فيه texture. بتحطي جرانولا احط جرانولا طبعا على برضو على البارفيه؟ على البارفي, تمام. بس تبقى فوق الزبادي مش فوق الفراولة عشان الكريسبينس ما يروحش. تمام, خلاص حلو قوي, تسلم ايدك. thank احنا you. ممكن نخلصها برضو وتعمليها دلوقتي ولا بعدين؟ ممكن بعدين طيب نكملها بعدين. خلاص اوكي نعمل بقى دلوقتي الشوكولاتة الفظيعة دي. الشوكولاتة. بصوا شوكولاتة, عشان ناس كتير قوي كانوا سألوني احنا عايزين نعرف شوكولاتة بيتي, بيتي مش بالظبط. ان احنا نجيب قالب الشوكولاتة ايوه الجاهز ونسيحه, لا احنا عايزين بالظبط نعمل بنفسنا بالظبط. الشوكولاتة. فانا شايفة انت عاملة شوكولاتة وصحية دي, صح؟ ممكن اطلعها؟ طبعا. تمام. ازاي بقى؟ قولي لنا المقادير. كنت تقطعيه حتى عشان يشوفوا جواها. يلا قطعيه. دي كانت محتاجة تبقى في التلاجة أكتر, تقعد في تمسك التلاجة شوية في أكتر عشان التلاجة, تمسك. بس شكلها كده ايه, دي كرامبلي محتاجة, وفادجي وكل حاجة. تقعد في التلاجة لسه يعني عشان تبقى أحلى يعني. ماشي, عاملة زي تشوكلت فادجز. حلو. تمام, اوكي حلو جدا. في منديل بس. اتفضلي. ممكن ندخلها التلاجة قبل ما ماشي, نعمل ال يلا بينا. اوكي يلا قولي المقادير بقى. يلا. اتفضلي المقادير. نجيب measuring cup او اي بصي احنا معانا اي مقادير على بول. الشاشة, تعرفي اوكي تقوليها؟ عندنا دلوقتي الحاجات بس نحطها هنا. عايزين قبل ما نبتدي بس نحمص اللوز. ف اوكي طب خليني هقول المقادير بسرعة. نص اوكي كوباية زيت جوز هند, نص كوباية كاكاو خام بدون سكر, نص كوباية عسل أبيض, فانيليا, ملح بحري, ربع كوباية لوز مقشر ومقطع أنصاص, ومعلقتين كبار توت مجفف. طبعا ده اختياري اختياري يعني أو التوت ده برتقال, اختياري لكن الأساس معانا هو نص كوباية زيت جوز هند, نص كوباية كاكاو خام, ونص كوباية بالظبط. عسل أبيض ده وفانيليا. البيس بالظبط. حلو قوي. دلوقتي هشغلك وناخد شغال. التليفون اللي معانا. الو الو يا الو, معانا تليفون ولا ايه؟ راح. طيب يلا بينا. اوكي هنحط اللوز. بصي انا كل السيليكونز عندي هنا. اوكي خلاص. وبعديها عشان تحمص عشان اللوز, نحمر صح؟ نحمص اللوز يبقى كرنشي مع الشوكولاته. بعدين هنا هنحط برضو على حسب انتوا عايزينها مسكره ازاي. نحط العسل. ممكن تنزلي بدي او بدي. ماشي. انتي نفسك بقى تحققي ايه؟ نفسك لما يعني انتي 18 سنة, فانتي نفسك لما تكبري اكتر تعملي ايه, تحققي ايه؟
انا بحب النيوتريشن قوي، هو علم التغذية، فانا يعني هروح جامعة ان شاء الله وعايزة اكمل في اتجاه النيوتريشن التغذية. والسايكولوجي برضو، عشان الناس تبقى فاهمة، تبقى عارفة ايه اللي هي بتحط في بطنها، وعايزة برضو افهم الناس بتفكر ازاي، وازاي ممكن اوصل لهم واحببهم في الهيلث فود، حلو قوي، ازاي ممكن اعمل سايكولوجي، علم النفس، يعني تربط علم النفس بالتغذية، تحفة. حاسة انه حاسة انه ده يعني رابطين قوي مع بعض. طبعا يعني تشوكلت مثلا ده ازاز علم النفس كله. بالظبط. have to feel happy but eat in a good way برضو. اوكي. فدلوقتي حطينا الكاكاو، بعدين الزيت جوز الهند، وده اللي هيخلي كل حاجة تمسك مع بعضها. تتجانس ازاي ان احنا ناكل بشكل صحي ونبقى سعداء؟ ناكل في انه يكون احنا تفكيرنا مش سلبي طبعا، دي يعني حاجة مش بسهولة الواحد ممكن يغير تفكيره، بس مع يعني انا مثلا حببت نفسي في الاكل ده، حطيت ال creativity بتاعتي في الاكل، وطلعت كل الـ يعني الباشن اللي انا عندي في الاكل، فاخترعت يعني حاجات وصفات جديدة، ف يعني بتسلى، فيعني ما اعرفش ده احلى حاجة الواحد يخترع ويتسلى، احلى حاجة في الدنيا من والله. وتخيلي بقى احساسك لما تطلعي اختراع كده بقى انت عملتيه، بيفيد قوي بقى الناس وطعمه حلو يعني. بيحتاجوه يعني ده كان احساسي بشرايح الخبز ومشبع، انت سمعتي عنها؟ ايوه حاضر، بحبهم قوي هنشوفها انا في الكراكرز الفرن برضه. برضو، ما ننساهوش. فكرة، بس في حاجة عايزة أسألك عليها، انت ايه رأيك لو الزبيب نبقى نحطه آخر اخر حاجة حاجة، صح لأنه صح بينفش؟ بينفش دي فعلا، أنا اكتشفتها برضو بعد كده لما عملت وصفات، إن الزبيب أول حاجة بتنفش معانا صح وبتتحرق، فنخليها في صح آخر اخر دقيقتين حاجة. تلاتة كده بس. ف هو احنا خلاص قرب، يعني متهيألي ممكن نطلعه عشان ما يسودش قوي من هنا، وخلي بالك ده هيتحمص. ريحته حلوة قوي، تحفة. محتاجين نقلبه بس عشان الكرانشينس تبقى واخدة من كل الجوانب. حطه هنا واقلبه، بس ما ينفعش احطه على البيلت ان احسن يطفي معاكي، حطه هنا على جنب واقلبه. ويفضل بالتقليبة الاولى وبعدين يخش تاني علشان ياخد تحميصة تاني، بس وبعدين يخش دقيقتين كده مش كتير يعني. وبعدين البتاع ده الزبيب ده يتحط بقى في الاخر، زبيب او كرامبريز او اكزاكتلي. التوت او الحاجات المجففة عامة اللي تمر. انتوا حابين تحطوها. حلو، اوكي تمام. يعني كده اللوز خلاص خلص. I think خلصنا كويس ازاي ده. جدا، نطفي اوكي فبنحط اللوز ده اول اول حاجة. حاجة. لو في فويل نحط الفويل على طول هنا، بعدين نحط يفضل الشوكولاتة، بس دلوقتي يعني فويل او ممكن فوق ورق زبدة عشان ما يتفاعلش مع ممكن ورق الفويل. زبدة. بالظبط، ونحطه بقى فوق الورق زبدة، او لو ده نون ستيك بان يبقى حتى مش هيلزق فيها، مش او في هيلزق. سيليكون. سيليكون سيليكون. اكزاكتلي. فحطه بقى ممكن تحطه بوندو مش لازم لوز. اللي انتوا حابينه، تمام. فبعدين هنحط بقى الشوكليت صوص اللي احنا عاملينه بصوا بقى هتعمل ايه دلوقتي. فوق الحاجات دي. طبعا ممكن تحطوا كرامبريز، توت مجفف. احلى حاجة في الوصفة انها من الاول للاخر انتوا اللي عاملينها، شوكولاتة وصحية وانجريدينتس قليلة. بالظبط. الواحد طبعا مش هياكل كلها القالب كله، دسمة هناكل قوي. حتة بس منها، بس انتوا اللي عاملينها ففيها، لان معظم الشوكولاتات برضو اللي بتتباع في السوق اللي مش غالية المطبخ بتبقى فيها زيوت مش زيوت طبيعية، بس عشان نبقى عارفين، فانتوا لما تعملوها بنفسكم هتتأكدوا انها زيوت طبيعية. وانا عشان التكة دي بقى معروفة قوي بره، ناس كتير قوي بيحبوها بره. سي سولت مع الدارك شوكليت، فانا مش حاطه سي سولت هنا، حاطه ملح هيمالايان، ده من الجبال يعني مش من البحر، ف ده طبعا مفيد قوي الهيمالايان سي سولت.
يعني ملح يعني معين من الهيمالايا، مش لازم اعقد الناس برضو، انا اه ممكن ملح عادي خشن ملح يتعمل خشن كده تمام ماشي. هيبقى حلو برضو. اه بالظبط. طيب ف في على فكرة بارات شوكولاتة بتتباع بالسي سولت بالملح البحري، بتتباع حلو قوي. طيب تحبي تقدمي تحفة. الجرانولا في حاجة بحيث ان احنا نحط الحاجة قدامنا اللي انتي عملتيها، اه يلا واجيب اطلع لك يلا. الشوكولاتة من الثلاجة؟ اوكي يلا بينا. دي الشوكليت اللي هي لما بتسقع، بس طبعا هتتقطع وحتت معاكو احسن. معانا الجرانولا، انت عايزه تحطيها؟ طب هنا حطيها هنا ونحطها نقدمها في حاجه معانا. ممكن نحطها دلوقتي هنا مثلا جرانولا، اوكي وانا هكمل لك الجريك يوجورت اوكي البارفيه عشان تعرفي تقدميه برضو. ده هتحطي على وشه برضو جرانولا صح؟ اه انا بصي هحط بس كده عشان مغطيش على الفراولة بالشكل ده، و هنحط شوية فليكس كده منه على الوش صح؟ بالشكل ده. بالظبط. تمام حلو قوي، تسلم ايدك، نورتيني ده النهاردة ايه بجد. اهو البارفيه انا الجميل قوي، وده احنا ممكن بقى نقدمه هنا، ايه رأيك؟ يلا فينا. وهجيب حاجة اكبر، انا ليه معذبة نفسي؟ او استني نمسك كده وننزل على طول. هو لما يبيبرد بيبقى كرانشي بيبقى اكتر، فعلى كرانش طول بيتحط سيبوه احسن في اصلا في برطمان، في برطمان جار. بالظبط. بس لما يبرد خالص مش دلوقتي. اه بس كده قوليلي، تحبي اي تقولي اي حاجه للجمهور اللي بيتفرج عليكي دلوقتي؟ لا بس يعني مفيش حاجة معينة، بس يعني أتمنى إنه فدتكم في أي حاجة النهاردة، أو اديت لكم أفكار جديدة ووصفات يعني جديدة. طبعا انتي بس قدمتي 3 وصفات تحفه، حلوين جدا جدا، يعني صحيين قوي، ينفعوا للفطار وينفعوا للستات اللي عندها كريفنج للشوكولاته. craving exactly. ف فانتي نورتيني بجد قوي، thank you بشكرك قوي، thank you. شكرا. يا رب الفقره تكون عجبتكم والوصفات الحلوه قوي دي.